الحقيقة أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تحقيق ما يعرف بالعدالة الثقافية، أنه يبقى فيه أنشطة ثقافية في كل محافظات مصر من فنون وسينما ومسرح ومنافذ عرض للكتب، ما تبقاش قاصرة فقط على محافظة القاهرة. مشروع مهم جدا، برنامج رئاسي أهل مصر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يستضيف حوالي 120 شاب وفتاة من المحافظات الحدودية من مطروح، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء ضمن هذا البرنامج لتأكيد فكرة توزيع الثقافة على كل الناس وكل الشباب الموجودين في أنحاء الجمهورية. خلينا نعرف أكتر عن تفاصيل الزيارة ونشاط هيئة قصور الثقافة في معرض الكتاب من الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير عليك يا دكتورة ومنورانا. صباح الخير. أهلا وسهلا بك دكتورة. لما نيجي نتكلم عن برنامج أهل مصر والهدف من برنامج أهل مصر، إيه آليات تنفيذ الأهداف دي وإيه هي الأهداف؟ في البداية البرنامج طبعا تحت رعاية فخامة الرئيس، ومن برامج المهمة جدا اللي وزارة الثقافة بتعملها بوعي شديد جدا، لأن احنا عندنا بلادنا والمناطق الحدودية دول هم خط الدفاع الأول لبلدنا. فعشان أقدر أبني خط دفاع قوي لازم أبني الشخصية بشكل قوي، لازم أعمل بينهم بعض ربط، يبقى هيحسوا إن هم فعلا أهل مصر، لازم يحسوا إن هم مش أقل من إخواتهم في القاهرة صحيح، وببعد المسافة أو غيره، فلازم يحصل بينهم بعض دمج، ولازم يحسوا إن هم أهل مصر فعلا، إحنا كلنا نسيج واحد. جات الفكرة من هنا إن إحنا أولادنا كلهم نجيبهم في ملتقى لشباب، وإحنا عندنا أهل مصر، مشروع أهل مصر ثلاث فئات، عندنا الشباب والطفل والمرأة. طبعا احنا كان معانا في معرض الكتاب الشباب، هي فكرة انك انت تبني الشخصية، تكتشف مواهبهم، تكتشف مهاراتهم، تنميها لهم، تديهم الثقة في نفسهم، ازاي يقدر يستثمر في نفسه، وازاي يقدر يبقى شخص فعال وفاعل في المجتمع بعد كده. لان هم في منهم كتير، واحنا لنا تجارب ناجحة مع اولادنا، احنا شغالين المشروع من 2018 مع الطفل، وبدأنا 2019 مع الشباب. ففي نماذج ناجحه جدا معانا في المشروع، اطفال كانوا معانا في 2019 بقوا معانا في 2023 و2024 شباب، وهم نفسهم بداوا يحكوا التجارب بتاعتهم، ان هم قد ايه الملتقيات دي واسابيع الدمج دي غيرت في شخصيتهم وفي تكوينهم الشخصي وتفكيرهم كمان. فكره ان هو كان بيشوف الاخر برؤيه تانية، وبعدين اتعرف على الاخر ده وتعامل معاه، فبقى يشوفه بعين الحقيقه، بعين الفعل، بعين ان احنا عشنا مع بعض وتفاعلنا مع بعض. يعني الملتقى او الملتقيات دي فيها نوع من المشاركه، مش بس زياره ل 120 شاب وشابه من محافظات الحدوديه للمعرض لاقتناء الكتب، لا الموضوع اكبر من كده، انه في برامج تدريبيه، في فعاليات بيشاركوا فيها. احنا حابين نتكلم اكتر عن تفاصيل مشاركه شبابنا اللي جاي من البحر الاحمر وجاي من سيناء ومطروح. احنا اولادنا من المناطق الحدوديه، احنا بنعمل لهم ملتقى اهل مصر او اسابيع الدمج للاطفال او ملتقى الفتيات، بيبقى من اسبوع ل 10 ايام على حسب المنطقه اللي احنا بنكون فيها. احنا غالبا بيبقى الشغل 8 ايام ويوم رايح ويوم جاي. بيبقى عندنا برامج محدده لكل فئه والفئه العمريه كمان. يعني الشباب عندنا بيبقى في اكتشاف لمهاراتهم وموهبتهم، في مجموعه من الورش للحرف التراثيه والتقليديه، من باب ان انا بحافظ على الهويه، ومن باب انه يعرف تراثه يبقى عنده قوه في شخصيته، انا عندي ده تراثي احافظ عليه، وانا وهو اصلا حافظ، هو المفروض هو اللي هيحفظ ويسون التراث ده في المستقبل، فلازم يكون فاهمه كويس قوي. تاني حاجه اكتشاف موهبتهم، سواء كان على مستوى الموسيقى او مستوى المسرح او مستوى المستويات الفنيه بقى، الادب والشعر وغيره من المواهب الثقافيه والفنيه. بيتعمل لهم بقى بعض المحاضرات واللقاءات التفاعليه بين يعني مفكرين وكتاب واساتذه في الجامعه، وكتير بيتكلم معاهم. فكره ان انا ابني شخصيه واعرف السمات الخاصه بكل شخصيه، واعرف وهو يعرف نفسه، يعرف هو قدراته فين، يقدر ينميها ازاي، ده مش 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 سهل عليهم انهم يعرفوه لوحدهم، فلازم يبقى في حد ينور لهم الطريق ويديهم بعض المفاهيم الايجابيه عشان يقدر يعززها عنده. فبالتالي تبقى اللقاءات التفاعليه بتبقى مهمه جدا، بعرف دماغه، بيعرف يفكر ازاي، بيتكلم في ايه، رؤيته للامور واصله لغايه فين، وببدا اصلح معاه بعض المفاهيم الخاطئه لو كانت موجوده. وعادة الشباب ده بيبقى متفاعل جدا في اللقاءات التفاعلية دي، هو عايز يعبر عن نفسه، عايز يقول أنا موجود، أنا من مكان المحافظة دي
ومحافظتي فيها واحد واثنين وثلاثة وأنا نفسي أكون كذا. فبالتالي إحنا بنتكلم معهم، ده بيساعدنا إحنا كمان في الهيئة العامة لأصول الثقافة إن أنا في البرامج اللي بعملها ليهم في محافظاتهم ببدأ أبقى حاطة في عين اعتبار كلامه. صحيح. بقى فببدا اشتغل على اللي هو بيقول عليه وابدا اشوف ايه التحديات الموجوده في المكان، ايه التحديات الخاصه بالشباب او الفئه العمريه ديت، وابدا اشتغل برامج ليهم بقى. لما انا لان احنا مش بنجيبهم اهل مصر الاسبوع او العشر ايام دول بس وخلاص شكرا، لا، في عمليه استمراريه للنشاط، في انا بروح لهم بقوافل، في مثلا لو مجموعه من الشباب زي ما حصل قبل كده مجموعه من الشباب عملوا مشاريع وبداوا يشتغلوا من الحرف التراثيه طلعوا منها منتج ويبداوا يعملوها كنوع من انواع الاستثمار في دي بقى اللي هي الصناعات الثقافيه. أيوة. انا ازاي اطلع حاجه مهمه جدا الصناعات الابداعيه والثقافيه، ان هو الثقافه هنا صناعه وسلعه، يعني يقدر اقتصاد ثقافي، اقدر اطلع من الثقافه اقتصاد، ازاي اعمل ده بقى بشكل بسيط وناعم وسهل والاولاد يتقبلوه وهم كمان يبقوا حريصين جدا عليه. هي دي ازاي انا يبقى هو عنده جزء خاص برياده اعمال يتعلم ازاي يقدر يعمل مقايسه وازاي يقدر يجيب الخامات وازاي يشتغل عليها، وده الساده المدربين اللي بيشتغلوا معانا في المشروع بصراحه بيعملوه، يعرفوهم هم يقدروا يجيبوا الخامه منين واسعارها ايه، وازاي بعد ما يخلص منتج يسعره ازاي ويسعره وفقا لاي معايير، وازاي المنتج يبقى يطلع منتج متقن وازاي المنتج يبقى كويس. ده على مستوى المنتج الحرفي، لكن على مستوى بقى المسرح وكده هم اللي بيقعدوا يكتبوا مع بعض مع المخرج، بنجيب لهم مخرجين متخصصين مخرجين كبار كمان بيقعدوا يحكوا مع بعض الحكايه وبعدين يصوغوها وبعدين يبداوا يمثلوا ويطلعوا منتج بقى في اخر الاسبوع خلال 8 ايام بتطلع مسرحيه. حقيقي حقيقي فعلا احنا بننبهر من اللي بنشوفه، لان عندهم طاقات هايله، شبابنا رائع واطفالنا اروع وعندهم طاقات هايله جدا، بس فكره ان انت تشوف الطاقات دي وتشوفها بعين الاعتبار وتاكد عليها وتبدا اقول لك ايه بقى تبدا تستخدمها وهم يستخدموها صح. أكيد. يعني ايوه. طيب. عندي في وسط كلام حضرتك كنت بتقولي انه بتعملوا برامج للشباب وللاطفال في المحافظات الحدوديه، البرامج دي متفصله على كل محافظه؟ يعني البرامج دي ثابته ولا كل محافظه بطبيعتها بخصائصها بيتعمل لها برنامج؟ واللي بقى بيشتغل البرنامج ده من المحافظه نفسها من ولاد المكان اللي عارفين، ولا المدربين موجودين مثلا من مكان مركزي القاهره فليكن مثلا؟ هو هقول لك مثلا زي برنامج المسرح مثلا او اي برنامج ايا كان بيبقى البرنامج ثابت لكن المحتوى مختلف وفقا للمكان اللي احنا بروح فيه. يعني ازاي يعني انا لو هعمل مسرح عرايس مثلا، المحتوى اللي هقدمه لاولادنا في شمال سيناء هيبقى بيخصهم هم غير المحتوى اللي هقدمه لاولادنا في الشلاتين او المحتوى اللي هقدمه لاولادنا في الوادي. المحتوى نفسه بيبقى حكايه المكان نفسه ووفقا للمعايير الخاصه بيهم في المحافظه بتاعتهم، لاننا كل محافظه وليها القضايا بتاعتها وليها التحديات بتاعتها وليها السمات الشخصيه بتاعتها، فممكن قد يكون في محافظه يقبل حاجه واللي في محافظه ثانيه ما يقبلش المحتوى ده، يقبله بصوره ثانيه او بصياغه ثانيه بس هو نفس المحتوى. فبالتالي اليه التنفيذ او طريقه التنفيذ بتتنوع من مكان لمكان، لكن المحتوى بيبقى ثابت وطريقه التقديم بتبقى او اليه التقديم بتبقى ثابته لكن بتتنوع فكره ان انا ازاي اوصلها له. يعني انا ممكن اوصلها له بمسرح رئيس، ممكن اوصلها بمسرحيه بشري، ممكن اوصلها له بعرض فنون شعبيه بموسيقى عربيه، ممكن اوصلها له بانشاد ديني. الفكره ازاي اوصل له اللي انا عايز اقوله له او الرساله اللي عايز اوصلها له بالطريقه اللي تتناسب معاه ويتقبلها منه. ده بالنسبه لتوصيل الرساله. طبعا عندنا اليات كتير قوي في الهيئه العامه لاصول الثقافه، وطبعا احنا معالي الوزيره بتولي اهتمام كبير جدا بمشروع اهل مصر وبالهيئه العامه لاصول الثقافه على اعتبار ان احنا من اكتر القطاعات اللي لينا اذرع كبيره في الارض على مستوى جمهوريه مصر العربيه. وعندنا مجموعه كبيره من اصول الثقافه وعندنا مجموعه كبيره من الزملاء اللي بيشتغلوا معانا. بالنسبه للتدريب فاحنا الاماكن اللي ما بيكونش فيها مدربين متخصصين في المجال اللي احنا هنشتغل عليه بنشتغل بيه بمدربينا وبندرب مدربين هناك يبداوا يكملوا معانا المشوار، وده بيحصل مع اولادنا اهل مصر. احنا عندنا اكتر من شاب وفتاه دلوقتي هو مساعد مدرب معايا، ولما بحب اعمل شغل في المحافظه بتاعته هو بيبقى المدرب بتاعي هناك. فبالتالي ببدا اخلق جيل من الشباب واعي فاهم عنده قدرات يقدر بعد كده يبقى هو سفير ليا كثقافه في مكانه. الجيل ده يا دكتور حنان مؤثر في البيئه الداخليه في المحيط الداخلي، يعني لما اصنع جيل من المثقفين الشباب في المراكز والقرى والنجوع ما ده هياثر
على الوعي بشكل كبير جدا في المكان اللي هو فيه. ومن زمان فكرة قصور الثقافة هي نقاط نور موجودة في المحافظات، يعني فلسفة أو إنشاء القصور الثقافة صحيح. لما عملها الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة كان فكرة أنه يصل إلى الناس في كل الأماكن في كل القرى. عايز أسأل حضرتك بقى نقطة مهمة جدا أثرتيها، لها فكرة الصناعة الثقافية. احنا دلوقتي في وقت محتاجين الثقافة تبقى رأس مالي، يعني تبقى ممكن يبقى زي ما سيادتك قلت اقتصاد ثقافي، اعمل مشغولات يدوية، اعمل غيره. الجانب ده ازاي بتشتغلوا عليه تحويل الثقافة الى صناعات ممكن الشاب تبقى مصدر رزق ليه، وممكن تفتح ابواب عمل لشبابنا اللي موجود في المحافظات المصرية؟ بص، انا لو كلمتك عن الساعات الثقافية فهي متنوعة، لكن لو اتكلمنا عن الشباب فالشباب انت موهوب في ايه؟ ايه المجال اللي انت بتحبه؟ احنا بنتكلم معاه من مبدأ، يعني ايه اللي انت بتحبه؟ وإيه ولما اجي اتكلم معاه في ورشة او حرف تراثية، ايه الخامات المتاحة عنده في المحافظة بتاعته؟ وانا مش هاجي اعلمه حاجة وخاماتها مش متاحة، يبقى انا كده بعمل عملية يعني يعني مش فيش تكامل. بشتغل في الهواء، مش ماشي على الارض. مش حقيقي. لا، لكن انا لما اجي اشتغل ببقى دارسه كويس قوي المحافظه بتاعته، ايه الخامات المتاحه؟ يعني على سبيل المثال مثلا احنا في سيوه ولادنا كانوا بيحكوا لنا، يعني اللي معلمناهم بنعمل ورش جلد طبيعي وبنعلمهم ازاي يعملوا منها منتجات ويطلعوا منها، ومعانا دكاتره ممتازين في الموضوع ده بيطلعوا معاهم منتج هايل، ومعرض بيبقى معرض بنطلع، ومعظم الشغل اللي بيتباع في معارض تراثنا والمعارض الاخرى من منتجات الشباب ده بيبقى من الجلود والمنتجات اللي احنا بنتعلمها لهم. وفي منهم بدا يعرض كمان، وفي منهم بدا يعمل لنفسه علامه، وفي منهم بدا يفتح صفحات على الانترنت وبدا يبيع، يسوق لنفسه تسويق الكتروني وبدا يعمل، يعني في نجاحات وفي ايجابيات كتيره قوي من المشروع ده. طيب انا دلوقتي لما اجي اشتغل مع الصناعه الثقافيه واقدر اعلمه، ببدا ولادنا في سيوه قالوا لنا ان هم ما عندهمش، عندهم الجلد اللي هو الشعر ده بتاع البقر والحاجات دي كلها، الماعز بيستخدموه، لكن بتاع البقر والجلد الكبير ده كانوا بيرموه، واحنا مش بنستخدمه بنستخدمه. فاحنا لما علمناهم ازاي طلعوا منه منتج، سواء على مستوى سجاد، على مستوى معلقات، على مستوى شنط، ايا كان المنتج اللي هو بيشتغل عليه، فقلت له انت عندك المنتج مش محتاجه وبترميه، وعندك التدريب اهو اتدربته، وعندك الحاجات، ابدا اشتغل بقى، اعمل مشروع. فدي فتحنا سوق جديده وفتحنا مجال التجاره في الجلود، ويعني مساعده للبيئه، يعني احنا بنتكلم في، وطبعا مصدر رزق بالظبط. فاحنا بنتكلم في أكتر من محور بنشتغل عليه في نفس الوقت، واحنا بنعلمهم حاجه واحده بس، وبنعلمهم احترام الخامه بتاعته. يعني احنا عندنا في بلدنا خامات كتيره جميله وخامات وطنيه موجوده، يعني مش هنستوردها من بره، فازاي تحترم الخامه دي، وازاي تحترم انك انت تطلع منها منتج، احترامك للخامه تطلع منتج جيد قابل للبيع بجوده عاليه جدا، عشان خاطر انا هشتري منك حاجه، مش هشتريها حاجه مش كويسه، فانا لما اشتري منك حاجه هشتريها منك بجوده عاليه، انا عايزه اعلى جوده. فبالتالي عشان تقدر تعمل مشروع جيد لازم يبقى عندك الجوده العاليه دي. ده كله احنا بنتكلم معاهم واحنا بنحكي في الحاجات دي واحنا بنشتغل، يعني مش فكره بقى اقعد محاضره واقول له لا انا عايزك تعمل كذا وعايزك، لا واحنا شغالين الورشه، افكار قابله للتنفيذ والتطبيق ونطبقها على شغالين الورشه، واحنا بنتكلم بنحكي معاهم، حتى البنات لما بنقعد معاهم بنتكلم معاهم عن القضايا اللي تخص البنات، التنمر، العنف، حاجات كتير. اسال حضرتك دكتوره حنان، قلت ان الفئات المستهدفه في اهل مصر ثلاثه، الاطفال، الشباب، المراه. المراه دورها ايه، وايه الدورات التدريبيه والملتقيات اللي بتعملوها عشان يعني رفع وعي المرأة في المحافظات الحدودية، سواء في سيناء أو في مطروح، اللي حضرتك قلت في بداية اللقاء أنها خط الدفاع الأول، يعني حقيقي. مهم جدا أن أنا أحصن المرأة، والمرأة كمان هي خط الدفاع الأول في الأسرة، فمهم في المجتمع كله بالظبط طبعا حقيقي. فلازم أركز أن أنا أقدم لها دورات تدريبية وملتقيات بشكل مختلف كمان. هي المرأة عندنا بقى ليها وضع خاص جدا، ليه بقى؟ لأننا عندنا برامج متنوعة كتيرة للمرأة، يعني احنا عندنا المرأة في المناطق الحدودية، عندنا المرأة الريفية، عندنا المرأة هنا في القاهرة، المرأة العاملة، عندنا يعني عندنا فئات متنوعة من المرأة وفئات مستهدفة على مستوى المرأة. لكن بالنسبة للمرأة في المناطق الحدودية فاحنا عندنا ملتقى أهل مصر فتيات، ده في بعض المناطق ما بيخرجوش بناتهم مع اولاد، يعني مثلا في ملتقى الشباب ممكن في بعض مناطق ما يحبوش قوي يخرجوا بنات كتير، عادات وتقاليد عاداتهم وتقاليدهم، وهم بيحاولوا يحافظوا عليها واحنا بنحترم ده. فبالتالي بنبدا نشتغل على فكره ان ملتقى للفتيات بس،
حتى لو هم حابين يبقى في بعض المرات يقول لك انا عايز سيده كبيره من السيدات الموجوده زي الشيوخ الموجودين مثلا، سيده من السيدات الكبار الموجودين معانا في المنطقه دي تيجي مع البنات اهلا وسهلا بيها، بنجيبها معانا كمان كنوع من انواع الاشراف وتبقى موجوده معانا مع بناتها على اعتبار ان يبقى في امان وهم يشوفوا بعينهم احنا بنعمل ايه. ولما بيشوفوا الشغل بتاعنا والتعامل والورش وورش الحاكي التفاعليه وكل الانشطه والزيارات الثقافيه والزيارات الترفيهيه والزيارات العلميه بيشوفوا الحاجات دي كلها هم نفسهم بيبقى عندهم اطمئنان بيرجعوا يقولوا الرساله دي، فبالتالي في المرات اللي بعد كده بنلاقي البنات بتيجي بعد كده مع المشرف اللي هو بيبقى معاهم، فالموضوع بيبقى سهل. طب احنا بنشتغل معاهم ازاي؟ واعتقد ده ممكن يبقى مناسب لاي برامج اخرى، يعني احنا جذبنا فئه جديده ما كانتش موجوده وما كانتش في الاساس شغالين عليها، ولكن بشكل او باخر بقى معانا فئه كمان. بالفعل بالفعل. وبعدين مش بروح لها لغايه عندها ولغايه بيتها، لان اوقات كنا بنروح في حياه كريمه كان في بعض القرى ما كانوش بعض السيدات ما بتخرجش، يقول لك لا احنا ستاتنا في بيوتنا، فكنا نخش لها جوه البيت نشتغل معاهم، جمعوا لنا الستات جوه البيت ونشتغل معاهم في بيت من بيوت ونشتغل معاهم التوعيه والحرف وكده. لكن بالنسبه للبنات اهل مصر ان هم يقولنا وان البنات نفسهم يتربوا على فكره الوعي، يبقى عندها يعني تبقى في المستقبل سيده واعيه عندها قدر كبير جدا من المعرفه، لان المعرفه قوه. وهتبقى ام كمان، ده مهم جدا يعني نقل ده لاولادها طبعا هي لما بتبقى عندها معرفه، واحنا بنقول المعرفه قوه، لازم بتبقى متسلحه بالقوه دي، عندها معرفه في كل المجالات. المراه بقى بنتكلم معاها الثقافه الصحيه، بنتكلم معاها الثقافه الغذائيه، بنتكلم معاها على عن تمكينها، بنتكلم معاها على ما لك وما عليك من واجبات، بنتكلم معاها على فكره في التمكين بقى غير التمكين المعرفي، بنتكلم معاها في التمكين الاقتصادي بقى ازاي لو انت مثلا ما فيش فرصه انك انت تبقى عندك فرصه عمل في المكان انت فيه، ازاي تخلقي الفرصه دي وانت في بيتك سهله مش صعبه، ازاي تقدري تعملي ده من خلال التمكين ومن خلال الشغل اللي احنا نشتغل عليه. فكره كمان ان المراه كمان يبقى عندها الوعي ان هي ازاي في المستقبل تقدر تربي اولادها دول بشكل يبقى هو حافظ على البلد، بشكل فيه فخر ان هو ابن البلد دي، وده اللي احنا بنعمله مع اطفالنا اللي هو بيعرف تاريخ بلده، ويبقى لازم يكون فخور وماشي من عندنا وهو حاسس ان هو طبعا هو من اعظم يعني احنا كبني ادمين ربنا سبحانه وتعالى خلقنا يعني فينا قدر من العظمه وفينا قدر من احنا ربنا خلقنا من روحه، يعني فاحنا فينا قدر من ده ان احنا ربنا، فانت لازم تحس ان انت قد ايه من قيمه عاليه جدا، قيمه كبيره جدا، وانك انت عندك تاريخ كبير اكتر من 7000 سنه، فلازم تكون عارف تاريخك ده، لازم تكون فاهم ده، لازم تكون واعي دوت وعارف كل بلدك، كمان لازم تبقى فاهم ابعاد المنطقه حواليك. طب. لازم تكون فاهمها صح، وده احنا بنتكلم معاهم فيه في حاجات كثيره، لازم تكون فاهم بلدك دي مكانها فين في قلب العالم، ازاي هي نقطه مهمه في الكون، ازاي انت تحافظ عليها. يبقى نقدر نقول عليه استثمار في وعي الشباب. صحيح. واستثمار في وعي الاطفال. كل شكر ليكي دكتوره حنان موسى رئيس الاداره المركزيه للدراسات والبحوث بالهيئه العامه لقصور الثقافه، نورتينا، شكرا للمجهود اللي بتقوميه. شكرا لحضرتك.